الآن سنتابع هذا الدرس. من خلف شاشات أجهزتهم الذكية يتواصلون مع معلميهم ومعلماتهم. طلبة الصف الثاني عشر لهذا العام يخوضون غمار تجربة التعليم عن بعد بعدما تعذرت السبل لإكمال تحصيلهم العلمي بشكل اعتيادي على مقاعدهم الدراسية. صراحة هي تجربة ممتعة جدا، استفدنا منها، المدرسة ما قصرت معنا، عطتنا دورات وهيئتنا حق هذه المرحلة، أيضا الطالبات مستعدين ويعني متكيفين معاها، أكيد التجربة حابينها الطالبات ومستمتعين فيها يعني، وهي تجربة جديدة يعني إن شاء الله يعني تثمر فيما بعد. ممتعة التجربة ورجعتنا مرة ثانية للصفوف، رجعتنا للطالبات، تفاعلنا مع الطالبات، تفاعل الطالبات معنا، حضورهم الجميل، استعدادهم، قراءتهم للدرس، يعني اللي حسيته أن هم فعلا هم حابين هذه التجربة وحابين التعلم عن طريق البعد. اعتمدت وزارة التربية على برنامج مايكروسوفت تيمز الذي يمتاز بسهولة تطبيقاته، تدرب عليها أكثر من 11 ألف معلم ومعلمة من معلمي المواد الأساسية في المرحلة الثانوية. احنا في المدرسة شكلنا فريق للدعم الفني من قسم الحاسوب وفريق فنيات الحاسوب، وذلك لتلافي أي مشكلة تقنية داخل الفصول للمعلمات أثناء الحصص الدراسية، بتوفير واي فاي داخل المدرسة وتوفير أجهزة آيباد للمعلمات. أقامت المدرسة هني دورة للمعلمات كتعريف لبرنامج تيمز وتطبيقاته، كيفية عمل القنوات والفرق وكيفية إنزال الواجبات وغيرها من هذه الأمور. مايكروسوفت تيمز من البرامج السهلة والبسيطة واللي سهل على المعلم والمتعلم استخدامه. وضع الحقوق. أحسنتي، المحافظة على حقوق الإنسان أثناء الحرب. تفاعلية ميزت مشاهد التعلم عن بعد، أحيت في أذهاننا صورة الفصول الدراسية التي كانت تعج قبل الجائحة بالحركة والحيوية.